الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. نستي هنا تيا، شكي ديري وحدك في الظلمة؟ شكي تعزيني قبيلتينا على بغيتي ربي؟ سبعة ونص مازال عم تخرج خوك. أوه ما نزل الحالس، تيا ما تمليش من الهضرة. قبيلة في الكوزينة سمعت رصاص. يا ودي دوك الدراري راهم يلعبوا بالديناميت، ماشي رصاص، أنا فيني سمعتهم. كيف انا اسمع فيه رصاص وتي تقول ديناميت؟ دي رصاص راه كل يوم ياما، ماهيش حاجة جديدة والفناها. انتي وبوي دايما ديرو كيما هكا، هو غير شوفني جا خالد ولا مازال ما جاش. وانتيا تبقى يبس سوايع راحة جاية عند الثقة، ومع التالي يدخل خالد سالم لاباس عليه. خليني من خالد وقولي لي، انا العرس تاعي ما بقالو والو، مازال لي قاطو، مازال لي العرضه، البلوزه تاعي مازال ما كملتهاش، خايفه ما يكفينيش الوقت. تقدي صوالحك والقاطو والعرضه خليهم عليا انا. قلتلكش الله بارك اسمك العرسك كرترت الساحة الميدانية. بسم الله الرحمن الرحيم. معتبرين إياها الحل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف. فيديو داخلي على رفض هذه الخطة تشهده الساحة السياسية أمل في حياة أفضل بعيدا عن الطائفية والتفرقة التي لا تزال تحصر العشرات كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير فين ديروا معاك ضربك؟ دايما ديرنا كيما هاك؟ علاش اشتكين؟ كيفاش اشتكين؟ تتهيب المعلبة بالك اشتكين؟ هذا اللي حلو. ما كريت بين لك هاك راهي مليحة؟ جايتك شابة بنتي. ما إلا ما عجبتك شغي قولي لي، ما تجاملينيش. خالد على بالي بلي أنت ما تجملش، قول لي رايك وبلا طنيزة. هاك جاتني شابة ولا دوري نشوف. شنو اللبسه تاع الكافيه؟ كتبان لي فيها كي البراكه. براكه مالك تجي فيها الهضره بيسله؟ سقسينك على رايك بلا قميص، ديك تعطينا رايك بلا قميص؟ لا لا ينقص ربحك، شابه شابه. نقول لك حاجه، عريسك هذا لو كان يديك في حول الدار ماهوش خاطر، راه دايم ورا ونص. بلا كيف اخو؟ شحال تبغي تفهم؟ سقسينك على راهو شابه ولا ماشي شابه؟ واه شاب صافا هكا. خالد جا خالد. واه جا نوض سدي حقك. هاني جاي بوي. علاش تاكي؟ كي توصل عندو ضعف. هاني كون نشوفك الليله هذي تولي لي بيتك برا. علاه راه صايم اليوم. الله اكبر.
الله اكبر انها مغطاه الله اكبر استشعار الحساسه القادمه الله اكبر غير مباليه باقترابها من السمكه المفترسه السلام لا رب ان شاء الله ما تخطو بين كل الاسماك المكتشفه في هناك وهذه هي المره الاولى التي ترى فيها انها مغطاه هاش على طفيت وين كنت من هذا الوقت جمال صاحبي تعرفه شكون هذا جمال اللي العشاء معنا الجمعه اللي فاز ومالو هذا راه ديال العرس تاعو كنت نعاون فيه جدني شويه والعرس دروك ولا لا بوي ياك العرس نهار الخميس واليوم الحد لا هو راه داير غدوه ماشي الخميس الخميس ولا الحد هذا صاحبك عاونه في النهار ماهوش محتوم عليك المعاونه في نص الليل نص الليل راهي ثمانيه بوي مازال الحال وروح يعرف جمال صاحبي من تمشي نخليه وحده في وقت كيما هذا حيقول لك سمع فيا بوي انت ما تفهمش ولا كيف انا قلت لك سمع فيه انا قلت لك نعرف الشيطان ما تخيبكش امك مسكينه ملي تخرج وهي رايحه وجايه للتقى ساكن بوي سقسيتني وين كنت خبرتك اسمع من اليوم الباب يتبلى على السبعه لو كان تجي من بعد هذا الوقت تبات برا بصح بوي خلاص كملنا الهضره خلاص بوي هذي تال والله ما نزيد لها قلنا كملنا الهضرة اسمع لي بوي ما ندمش هذا المرة جمال طلب مني باش نعزف له في العرس تاعو وانا عطيته كلمة والعرس راك عارف ما يكملش قبل العشرة كيفاه كيفاه عاود شا قلت تعزف له تبا تهبل وتهبلنا معاك هلا بوي انت ما عندك قلب انت الخطره اللي فاتت سلكت منهم شعره وما نعرفش ما تخافش بوي كم مره دير فيك وراه جنب بالله الدنيا هانيه ما نخافش الخطره اللي فاتت درتها في دار بالله وقلت لي ما تخافش وش صار دخلوا عليكم وكسروا لك العود على راسك بصح الغلطه في انا اللي خليتك شريت هذا الهم تاع العود بصح فهمني بوي ما نفهمش ما عندي ما نفهم انا نفهم باللي الناس راهي تموت كل يوم سبه ولا بلا سبه انا نفهم ما نحس انا وامك نهار اللي تخرج من باب الدار انت ما نعرف الا نزيدو نشوفوك ولا لا بصح هذا الصوالح ما تفهمهمش انت وهضرتنا ولات ما تاثرش فيك بالعربيه كبرت ذروك خلاص ما تسمعش راك بي غير اللي بغيتها هي اللي تكون كيفها بوي هضرتك ما تاثرش فيا انت عندك الصح فاش تركتك انا غلطت كي وعدتو اسمح لي بي بصح طفرت وعدتو وانت ما يرضيكش بوي ولدك يغور ذري ما عندوش الكلمه انا عندي طلبه عند ربي سبحانه نشوفكم المومين قدام عينيا حتى تدفنوني انا وامكم ما تهضرش هذه الهضره بوي انت الخير والبركه اللي بغيتها بوي تكون غير ما تنويش راك شوف ابوي مو غدوه ان شاء الله على السبعه راني في الدار صاي بوي مغازي سليم 8/20 العام كامل شو تدير عمرك ما ركزت كي تكبر راك رايح تندم عليها عطفي امينه 14/20 كنت مقارة تدي نقطه خير من هذه اعطيني قانون السقوط الحر المسافة هي نصف التسارع في زمن مربع راجعي مليح سؤال ثالث صالح خالد هذه ورقة فعلا تفتح الشهية هذه ورقة تلميذ يحوس ينجح 19.5/20 في الفيزياء أحسن نقطة على مستوى المؤسسة ومشي بعيد تكون أحسن نقطة على مستوى الولاية نتمنى هذه هي النتيجة اللي تدي بها الباك تاعك خالد
كنجيبه ولا ما قلتلكش؟ انا والله ما بغى يعطيني. اي باش تعرف بلي امينه كي تقول لك كلمه كلمه. صحيت خالتي تري قاعد تقارع لي هنا وانا رحت شفت لك الكتاب. الله يعطيك ما تمنى. امين. والكتاب تاع الموت كملتي به؟ واه كملت به صحيح. تجيبيه لي غدوه؟ لا غدوه روح للدار على بالك. وانت ترجعي؟ الاربعاء. تجيبوك الاربعاء؟ الاربعاء معليش. هيا اوكي الاربعاء العشرة تسيبني في المكتب نقارعك. اوكي؟ ان شاء الله. اوكي صح. زيد احفظها هاك هاي بزاف هاك وبسم الله زيتونة صعيبة بهتمت زيدها شوية ما برك هاك صلاة على النبي على صوت سارو شك تحوس آمين جو تاعي والراس عربي في الكازي تاع الماري حبيبي امير روح شوف شكون ما تنساش قول شكون قبل ما تحلها واي خالتي اه امين هدي راه مسخين شحال من مره قلت لك تحل الباب قول شكون ما تفهمش مال اخويا شنو جاي مش عارف قمرهم باش يشعل غير بارح قلتلو لي بيجتو هضرك هضرك ملاح ما بغاش ديرها في الجيب تاع السروال في تاع السروال كي نخرج نصلي عليك معايا ولا باش نعذرك ايا امين ما تبداش تسبل فيا قلت لك كي نخرج نصلي عليك معايا وزبزي دارك كبير دروك ما بقى نتلا نعمل الجميع تخرج في ليكول على بالك لا 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 ما تخرجش ليكول انا والله ما ندخل انا ماكش تحوس ولي تقرا وتكتب ولو عندك كراريس وقلم ملونه والعاجين انا خاف يقتلوني ارهاب كيما قتلوا صاحبي رابح شكون اللي قال لك هذا الخطر رابح صاحبك ضربه تولوط وقمنا ما قتلوش الارهاب واش من الارهاب هذا واه واه ضربه تولوط واه راني نكذب عليك انا امينه مالك خوف هاك انا ندي وصلك بيدي وانا نرجعك بيدي كاع ما يخافش خويا صح خلينا خلينا وانت تصنع لي الجو تاعي خاف بكري بسرعه تصبح تتعشاو ما نعجبش اليوم انا اللي معوض وراك تحفاني جامع راه داير عشو الليله انت كمان راه تشوف العروسات ما تخافيش ها هو باغي يدير لي كيما بغي تبات ولا تجي نجي ما عندي وين من بعد 10 10 ونص حج ال 10 ونص بيت بعد ما جابك ما تخافيش مو باهم يوصلوني باللوطو حتى للدار ما تنساش مو حقيت على حساب كي تتعتب في الجدار هاي تبقى على خير مو شوف خالد ما تقول لي والو مالك اش ساكن هاك الدراهم خويا وروح جيب لي باكي قصدي ربيض ما عندي ما يسري لك راني خارج والجمعة راه مطريق هاي يا خالد خويا قول لي صحة غير مرة بلا ما تفهم بزاف ما تنسايش دوك يجوا الجماعة قول لهم يستناوني هنا ساهل ساهل غير روح
يما ساي 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 يا جمال السلام عليكم. السلام عليكم. شويه بزاف خالد خويا ماشي شويه رانا روطار جمال طولنا عليه سمحوا لي والله غدار سوني شويه واحد الصواله ومشديت شويه هيا اكتيفي اكتيفي جبنا الوقت هاني جاي ليش ما جبتيش شتيتيها وقلت لك باللي فاتح بصح انت ما تصنتيش ابن عمي تولي الكم معكم لازم يعمر راسو ملكي حتى قرافوني كون هذاك هذا النقرة ما خلصوا عليها هذاك حتى كنت فاسف عليا لاقوني حتى قاسي من خويا حبيبي التقى سمير خويا حلا بغيت ربي حلا نقولك حاجه قال عينا الغم محاينك اودي ها قلت لك حل التقى حل التقى انا بانيك حل انا نحل حبيبي التقى حبس حبس طفي الضو طفي الضو مالك شاكر بانيك أنا نفهم من الناس ما يتموت كل يوم
قبل رفحت تسمى. كان يبكي قبيله تاع الطاقه. ها يخلوني يخلون سي جاوا راحوا الحمد لله سلامات نحيين الدنيا وما فيها. خال خو جيب لنا سو تاع يك العود. ها هو خال خو بيا خال خو سلامات سيضربني على باك قيل اصطلتها يا شيخ وين به؟ للدار خويا. عاودي يا برك انا من نشتع. كي حلات الليله بيت خسرنا النقره. انت مهبول سامير خويا، نهبلو كاع معاك، هارهم كانوا عند ريسان، حتى يقتلونا. عاودي يا عم ما تخافش، راهم راحوا ما يرجعوش. شكون اللي يضمن الكتاب اللي ما يرجعوش؟ فهمتك هذه خليها عندك، هاد الصوالح ما فيهمش زعق. سما راحت الليل. اخويا انا عندي حياتي خير من ليلتك. شوف بركه جمر خويا بس مسي خالد اسمع خويا انا لازم نروح درك برك الله في سي خالد بركه خويا وتسافني في الراي غير سرح الناس وتدخل لدارك وسلك هذه الليله على خير صافي سلام عليكم صباح الخير تركتش الليله مازال ما يجي خالد علاه حتى جو صاحبي يسمعوا لي قال لي نجيبو لك في الليل بصح كاع ما جاش هيا روح عندي حبيبي هيا عمري هيا حبيبي وين تجي هذا شوف حبيبي لك راه فات الحال وقتها ترجع ترقد وانا قارع لخالد كي يجي وقول له يعطيني الجو تاعك ندسه لك وكي تنوض الصباح تبع عند راسك صاي خويا صاي هيا رجع ترقد حبيبي ورك رايح
تغيرا مفاجئا أثناء الليل يخص انخفاضا في الضغط الجوي، وذلك نتيجة قدوم اضطراب جوي وباردة. درجة الحرارة ستصل إلى حدود 18 درجة في مدينة تيرت وضواحيها. على الدماغ التي من أعراضها النسيان، التوتر السريع، صعوبة اتخاذ القرارات البسيطة، ورؤية الكوابيس. فمن المعروف أنه هاد الناس اللي يتناولوا هاد النوع من السموم يشوفوا كوابيس بكثرة وبشكلها الواقعي. يعني يتوقع مستهلك المخدرات أن ما رأاه في كوابيسه هو عبارة عن حقيقة وليس كابوس، يعني خيال، ويتعامل معها على هاد الأساس. وهذا ما قد يوصل في كثير من الحالات إلى حالات خطيرة كالجنون. هذا بالنسبة للمخدرات بشكل عام. طبعا بالنسبة للمستهلكين مدد الكوه فتغبير واحد. هاي أخواتي يا جماعة، كم يطلع فيزيت؟ خلوا مغانية. هاي أخواتي، هاي أختي، هاي جماعة. Thank you.
سيدي قط سيدي علا 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 شخدرناكم شخدرناكم علا 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 حكرا علا 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 شخدرناكم شخدرناكم Thank you.
برك تبكي دروك يا طفرت ما عندك هلا تبكي واش قروا بيكم بعد سمحوا فيك تحسبوا رواحكم قام ما تطيحوش بين يدينا اسمع بلا ما نتقلقوا وبلا ما نتنرفوا انا غادي نسقسيك انت جاوبني تفهمين شكون انت واش تجي دير هنا اسمع اسمع يا ولدي اللي فات قبلك قاعد يروحك سأل مع الوقت هضر ملا غير هضر خير طير الحر كده ما تخبطش أنا اسمع فيك تقدر كمان خير الفيستان تاعك مش غلطين غادي يسلكك مني تحقرو تقتلو تخطفو تديخو بين يدينا ترجعو مساكين تهدر ولا ما تهدرش ولا نهدر معاك
أنا مرة كنت حوسي يا بنيتي هذيك الدار خلات ما أبقى فيها حد صباح الخير حيت مين يجي الخير يا بنتي ما مش هنا سير حيت ما على بالكش متى يرجعوا ما يرجعوش يا بنتي ما يرجعوش ما يرجعوش ما فهمتش رحلوا بدلو سكنة ما يرجعوش لخاطر نادو قتلوهم كدا ربحوهم وقاع الناس كانت سمع بيهم وما يعيدوا ويحلوا كذاب كذاب اللي يقول لك ما سمعتش قاعش معنا بلحنا الباب وطفينا فو وقطعنا العز وقعنا خرجنا لهم راجل وعدنا كذابش حنا في الانسان طويل واه نعمل وغول بعضنا واه بالصعب باش ندافعوا لنفوسنا لا على خاطر حنا جيبانا خلهم هين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ما هيش الفيستا نتاعك يا خويا تما حنا نكذبو انا نتبلو عليك جبنا الفيستا وجبنا الكارطة ودرناها في جيبها ولبسناها لك هذه هي الفيستا تاع هذاك هذا السيد راه ميت قتلوه جماعة البارح في الغابة قتلوه قتلوه وانت كنت حاضر كي قتلوه صح شكون الجماعة اللي قتلوه ما نعرفهمش انت يستاهل العلاقة نتاعك به عندي حتى علاقة اسمع حتى الظروف اني نهضر معك بالعقلية مازال مكبر قلبي معك بزاف صح نتفاهم الصبر نتاعي عنده حدود علاش ما كنتش باغي نتأمن السيد راه ميت قتلوه جماعة البارح في الغار انا اش درت انا كنت بردان كلحت له الفيسا والصباط لبستو هذا مكان واذا كذبتوني حاجة سهلة تروحوا معايا وتشوفوا بعد ما مش بيه اسمع لي الشف نعم الهضره اللي كان يهضر فيها الطفل كاع ما دخلتش في راسي اتفرج فيه الشك دوك نروحو نشوفو نقلعو الشك الى مات بصح كيما قال نسيبوه والى مازال يجي نهار وغير ما تخبش تير توات من قرطوفة اثنين تير توات من قرطوفة اثنين قصدوا بعض المعلومات على واحد المشبوه فيه اسمه صلاح قد
على بالي بلي كنا قاسين معاك. صاش تندير هذه هي خدمتنا، لازمك تفهم واش انت الاول اللي غلطنا فيه وغادي تكون تاتيري خاطر هاد الناس اللي راهم يقتلو يحركو يذبو ناس مجهولين، ناس ما عندهم لا دين ولا ملة، حكمو علينا بلا شكو في كاع الناس صغير وكبير، بالخصوص إلا لقيناه في حالة كيما اللي لقيناك فيها. على بالي بلي ما تقدرش تفهم حاجة كيما هادي. عنيفة ضرب شتاك انا ودير تولي تيارت اش تبقى لي في تيارت تولي شلاركم خلط ما نجمش نبقى وحدي في الدار. شوف الناس كنا نتاعي في وان ساكن وحدي ومع الخدمة وقع مرة علاش كل يوم واش رايك جيت تسكن معايا تولي سنين ونسك تبدل شوية هو كيف رجع ربي قبل بليك تيحن روحو ربو فيها فطور روح دوش وريح شوية دوك تفوت عن طبيب تعني نقيل كل جرح هذا صباح إن شاء الله شهور واش خالتك شنو تعرف تكوزين شوية؟ ما تخممش ما تخممش راك ضيف عندي انا ندبر راسي. شوف غادي من ما تجي نعمر لك هاد الفريكو ونوصي عليك مول الحانوت سي مصور راغي هنا في الدور لك شنو محتاجي تروح عندو. انت ما تعرفنيش من قبل علاش كاع راك دير معايا في هادشي؟ تعشنا تجربة كيف كيف أخلت حكيتك مش بعيدة بزاف على حكيتي هذيك الطفلة الشابة اللي راهي بين يديك هذيك المرة الحنينة كان ما عمرين أنا لي هذا الدار صبرينا مسكينة كانت معمرتها بحسة تقيت كسرت لعب تسقط تقعد في بلاصة خمس دقائق كنت جي داخل الدار
جيجي لعندي مسكينة. بابا مريم شنو نحكي لك على مريم؟ واحد من الأحلام اللي كنت نحلم بها وتحقق لي، خلات لي حياتي خاوية. عشت معها 8 سنين ما نقلش على نهار زعفتني ولا تقلقت منها، بالعكس كنت كنجي من الخدمة مقلق من مشاكل تاع الناس وتاع الخدمة، ندخل للدار نخسر فيها نرتاح. شنو كيك نحكي لك اخوتي، تعيش عيشة نتاع الملوك، كان عندي كل شيء. في واحد الليلة شدي خلطتي، بدي هكا حلاها ما ننساهاش. فهمت على اني نعمل فيك معاك، خطر سني فاهم مني يا خالد. سمعت هضروا عليك عيلة كاملة، تبقى وحدك والناس ما يحسوش بك، على خاطر كل واحد راه اللي يفهمه. كما يقولوا الناس بكري، ما يحس بالجمرة غير اللي كوتو، وانا كوتني الجمرة اللي كوتك يا خالد. اسمع لي هيك، ما كانش على بالي بلي. اسمع خالد، ملي مروح غادي تولي خويا صغير، نطلب منك حاجة واحدة برك، ديرني خوك كبير تكل علي. نجم
اسمح لي شوف بعينك لا توشيش. ما توشوش شوف بعينك خويا عندك عيني شوف بيها اسمحي لي بسيطة صح خويا خويا ما تزعفش مني راك تبكي عيني يا راه مضاريني هذا مكان اسمح لي خويا إذا خدمتي أثرت فيك حتى بكيت هذه حاجة كبيرة لي يليق تخبرني اسمحي لي خليني لا. ما زلنا هنا حتى نهار الخميس ارجع زورنا اذا بغيت وجدوا شف نعم كاع كتب اللي لقيناهم في الدار هذوما حتى الشغل علاشتهم طايحين في الارض ومكسرين راهم تحت الطويله تبغي نجيبهم لك؟ لا خليهم في اللوطو كي نحتاجهم راني نقول لك جبت معاك لي بيتا؟ نعم جبتهم معايا المهم كتبوا شوف راني سقسيت عليه في المؤسسه اللي يقرا فيها وعلى بالك المعدل تاعو شحال الفصل الاول عنده 17 على 20 الفصل الثاني عنده 16 على 20 والفصل الثالث 19 على 20 19 على 20 خالد لازم يفوت الباك تاعو هذا العام خلاص كملت فرغت كاع الشيء كاين في راسك كملنا مع هاد الهم ولا مازال خلاص خالد لازم يكون عندك ايمان ليش راه سرق وش اللي راك دير فيه ما غادي يبدل والو من تبتعك بخويا من تبتعك من اشتايق الأمن بلي نسيت العود شوف حلا مديتني شباب يا رب أنا الشيطان بغيت تكفر انسى خالد انسى من تبتعك من تبتعك انسى لازم تنسى لازم تفهم بلي والديك وخوتك ماتوا ولازم تفهم بلي انت ما زلت حي خالد راك تسمع ما زلت حي لو كان هذيك اللي راك حتى معاه في الدار لو كان دروك راني بهذي
خرجت خالد ربي كاتب لك بات لك منها موش كاتب لك بات متمعها بغيت تبدل مشيئة لها اسمع خالد لازم تنسى اللي فات تخمم في اللي جاي تخمم في المستقبل نتاعك خالد واش من المستقبل واه المستقبل نتاعك لو بالي بلي راه عندك الباكسنة ورني عارف بلي باقي لها يامات تنجم تقولي استراك ناوي دير فيه ما عندي ما ندير خلاص كل شيء راح كل شيء راح تعرف خالد هذوك الناس اللي قتلوا عائلتك وعائلتي ما همش طالبين حاجة أكثر من الشي اللي راك تدير فيه وصلونا نقضوا لي اسم الدنيا نضيعوا شوفوا كل شي كحل نكرهوا حياتنا نتمنى الموت نحطو رسالنا في الأرض نحطو رسالنا كيما حطيت انت راسك لو بغيت تنتقم منهم تخلف دار بوك امك خوتك دخل الباك خالد جيبها دخل الجامعة وتخرج وانتهى في حياتك كونك حاجة كبيرة خالد دير حاجة في بالك اللي كي تنجح انت انتاجك تنجح البلاد معك ضربة اللي ما تطيحكش خالد تزيد القوة خمم مليح في هاد الهضرة خمم مليح دير حاجة في بالك اللي كي تنجح انت انتاجك تنجح البلاد معاك ضربة اللي ما تضيعكش خالد تزيد القوة تزيد القوة
باش نقول لك صحيتي صحيتي باش نطلب منك تسمع لذاك المرض سمحي لي كنت مقلق شويه باش نقول لك صح كنت ما كيف ما كنتيش غاضب الخدمه تاعك توشاتني بزاف حاجه عروه الله يعطيك الصحه احلام احلام تعرف اسمي بصح انا مازال ما نعرفش اسمك عندك الحق صالح خالد متيارت تيارت على بالك عندي صاحبتي عزيزه عليا في تيارت كانت تقرا معايا في ليبوزا قعدت معايا 6 شهور هكذاك ما راحت كانت تبغي هي الاداب درك راهي مراسله صحفيه في الخبر الله يبارك علاه ما زرتيش تيار مالوغوزمون لا انا فان هذه المره الاولى نزور فيها وهران الخوف اللي رانا عايشين فيه احلى حرم علينا كلشي بلادنا وماناش قادرين نحوسوها اسمح لي دينا الوقت في الهضرة و... لا معليش أحلم معليش أحلم معليش مش تهي هذي حليها هتفتح هذي التكنيك تاعي شو جابها عندك؟ لا ما تقلقيش أنا خدمتها قلتها عليك وخدمتها خدمتها أنت؟ إيه يعطيك الصحة الله يسلمك تبغي نعاونك تكسبوزي معايا لا معليش خليها عندك صح خالد هيا هيا نعرفك على الجماعه لا معليش انتم راكم تخدموا راني خايفه نديروجيك ديروجيني انا والو هيا نقدم لكم خالد فنان متيارت راه ضيف علينا اليوم السلام عليكم تفضل معنا على بالك خالد هذه الحفله هذه هي اللي تقرر يا نكمل في الفن هذا يا نحبس تحبسي علاه تحبسي على خاطر في هذه الحفلة غادي يخيروا عازفين وأصوات يمثلوا الجزائر في فرنسا هذه حاجة بالنسبة لينا ما تعوش وإذا ضاعت ما تنعملوا إن شاء الله أنت على راكي مقلقة عندك صوت شباب مخيرة أغنية شابة ما عندك على تخافي راك تشوف مازال ما حفظوش وهذاك العود ما كاينش اللي يعزف عليه هذاك العود عندنا معاه مشكلة مشكلة واش من مشكلة مشكلة مازال ما جاش هذا؟ لا مازال ما جاش او كيف هدروك؟ كراهي تبالو مقيلة ما خيرتش الوقت المليح اللي نجي فيه هلا ما كاين والو ما نديرش علينا احنا دايما كيما هاك لا معليش احلى انا سمحي لي نروح ما تنساش تجي في الحفلة انا عارف ان شاء الله لا معليش احلى شوف قدامك يا بنادم حل عينيك شويه حل ما لقيتش مليح اسمع لي هو يا اخي يا اخي
فواد شحال راهي الساعه دروك؟ استونس استونس تمسخر بينا تا ولا كيفاه؟ ساعه ونص كاع روطار. كان عندي صوالح هو خلي صوالح نجي نلعب انا. اما راه نلعبوا حنايا. وفي ميزك شحال رانا ندير؟ انا نلعب. اما حبس عليا نلعب وهضر معايا. واري ضربني خير. اسمعني مليح فواد. اذا انت تشوف فيها لعب حنا نشوف فيها خدمه. ما لا تحاول تكمل معنا احترم الوقت كيما حنا. ولا ما كاش فهم روحك. الشيطان يا جماعه خلونا نبداو. المشكل ماهوش في الوقت، المشكل راهو في العزف. وانا الغنيه نتاعكم هذه حفظتها وكملت معاها، مش محتاج كاع على لي ريبيتيسيون. هذا مرضوني انت ديما دايرنا كيما هاك خويا فؤاد. تجي في دقيقه تالية تبقى تمرض فينا. انت تجيب روحك ليا كي تعرف تربط الطار تاعك تما نهضر معك. احترم روحك شي ابن عمي. تعرف تلعب العود بيتا قول كاع عباد الله. تحسب لي ما عرفش يلعب العود احمر. نقول لك حاجه هواري، دبر على واحد يلعب معاك عود. علاه هاد الهضره هذه فؤاد؟ والناس اللي عرضناهم والحفله. انتوما ها حفلتكم وانتي دبري على واحد تغني معاه. هو ضربك كيفاه؟ صعبي الخرج اللي عندك مطعم. Thank you.
يقولك أخويا الله يعطيك الصحة. خالي. لا 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 ولكم نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات خاصة في هذه الظروف الحرجة. علاش تساعدوهم على الرقص والموسيقى؟ الخدمي داير الدور والرسانت الطاير ومالنا يتسرق قدام عينينا وانت جاي تهضر لي على الموسيقى؟ احنا رخصنا لمان يا خويا، رخصنا لمان يا سي محمد. هذا ماهوش المكان اللي نتحدثوا فيه على مثل هذه الأمور. اليوم عيد، عيد غير عليكم انتم برك، وما احنا علينا الخدمي والمصايب. ما عندك ما مدخلك. البارح ملي طاحوا عليا انايا وزمنوني في خمس كباش وحرقوا لي 10 قطارات، انت وين قلت؟ خليني نهضر. خليه يهضر، الله ينعش الشيطان. خليه يهضر اسي، خليه يهضر، ما نهضرش اليوم اسي. خليه يهضر، وين باغي يهضر اسي محمد؟ الناس اللي راك تشكي منهم سي محمد، هذا ما راهم يحوسوا. يشوفونا دائما كيما هاك مدابزين ومختلفين، عمرنا ويلا نتفاهموا. شكون هذا ثاني؟ جزائري كيما انت سي محمد، عايش في الظروف اللي راك عايش فيها انت ولا بال اكثر. بصح بغيت نفهم منك حاجه سي محمد، واسمح لي، واش دخل الموسيقى في اللي راك جاي انت على تول؟ علاش نخلطوا الامور؟ ولو كان حبسوا الموسيقى يتحل المشكل؟ على الاقل تخلي شويه الاحترام للعائله تاع الناس اللي راهي تموت كل يوم ماشي ترقص وتغني. مانيش عارف علاش دائما تشوفوا الموسيقى باللي هي الفرحه والزهو والشطيح. علاش ما تقولش هاد الفنانين راهم يعبروا على الشيء اللي راهم يحسوا به كيما راك تعبر عليه انت بزقاسي محمد؟ انت باين عليك ولدي ما راكش عارف روحك شارك تهدر. اللي رجلو في الماء ماشي كيما اللي رجلو في النار. كاع راهم رجينا في النار سي محمد. راك مشرك في امك، ما قرحوكش كيما قرحوني انا. يوم ضقت الارهاب ابوي، ما ضقت الارهاب. انا زدت فيه سي محمد، انت على الاقل عش الشباب تاعك كيما بغيت. بصح انا وقراني رانا عايشينه كيما بغات الظروف. واذا كنت انت سي محمد ضيعت كباشك وارضك، انا ضيعت عائله كامله، ماتوا في ليله واحده. وبقيت وحدي، لا ام لا اب لا اخت لا اخ، هاكا بلا اسم. بصح ما خلطت الامور، واذا كان الاب تاعي مات انت ابي، واذا خاوتي ماتوا توما كامل خاوتي، تواسوني وداوني وتلزوني ليكم، هاكا لازم لكم. مازال ما كرهناش مزقا والعياط؟ هاد الناس اللي خونوا مالك وقتلوا عائلتي وطمسوا المستقبل نتاعنا ودمروا البلاد، يحوسوا يزرعوا ما بيناتنا الفتنة باش حتى واحد فينا ما يبقى يثيق في الاخر، ونبقاو مشتين كل واحد داير جمهورية في راسه. لعونهم باش يلحقوا واش بغاو،
بس حبس حكي غير خير سكين كش ما نسيت دقيقة نشوف أحلى موج أحلى شو رك يدير رك هاي جيت بهم باقي تانا ماذا من تانا كيف تشوف سنتي الأحلى بتزور وهر مرة أخرى ولا غير تروح تسان أنا ما جيت مقبل الوهر دخلت شو ما نعرف فيها حتى واحد مش أحضر وقت غير تلاقوه خالد صح ما تلاقينا غير ثلاث مرات أنا تاني غادي توحشكم أحلى بالذات أنت وش لي سلام يا جماعة أوكي بخل جي ساوني سكول. حتى لهنا بزاف عليك حاكم درت معايا الواجب اكثر اليوم لازم لي نتكلى على روحي انت انسان مؤمن خالد وعقل ما خافش عليك انا عاوزك توعدني اذا سمحت وجد خبرني تهلا في روحك حكيم صحيت حكيم صحيت على كل شيء درتو معي شيء درتو معي والله ما ننساهلك ربي يجازيك ان شاء الله خلاص خالد ربي يجازيني يجازيني بك Thank you.
على جالكم ننجح ان شاء الله. ما زدت كتبي على ضحايا الإرهاب فتيحة؟ صح. شوفي لو كانت ديري فيا واحدة المزية عمري ما ننساها لك. مانيش مأمن بلي كملنا. لا أمن أمن. نقولكم حاجة، هذه لازم لها حفلة خاطر ولا ساقر خاطر. أنا كنت شافني خلوها حتى كيخرجوا لي رجال ولا كيف أحمد؟ نيشان إلا خرجوا لي رجال ما كان لا حفلة لا والو. أنا عارف عرفتي الدار؟ على بالي بلي اليوم نهار تالي تاع الباك تاعك. اما انا جبت لك هذا الكادو خالد، ان شاء الله يعجبك. ايه هذا العود تاعي؟ الله يعطيك الصحة أحلى، رجعتيه جديد. بصح ما قلتيليش مين دخلت. شوف خالد، جبت لك واحد الخبر ما يجيش في بالك
وعلى بالي باللي ما تصدقوش. خبر ما يجيش في بالي. يا الخير ايش سواد؟ اقرا. انا احلى تحسي تفكريني كي نسيت، تحسبي اللي كتب هذا يعرف الشيء اللي صرا خير مني؟ اللي كتب هذا الشيء يعرف اللي صرا خير منك. اقرا سطوره ثلاثه طواله. أمل ريحة يا أحلى، ريحة يا أمل، ريحة يا أحلى، ورا أمل. خالد ما احنا اللي فتاليك ردات كرش ومتم اليوم وروح وزيود جديد. اليوم اللي فات لازمك تنساه، واليوم اللي جاي تخليه يشوف وتخلي.